بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأجمل التسليم. والكرام، اليوم راح أفرجيكم كيف نقوم بإكثار بذار الفطر لتقاوم الفطر بسموها. طبعا عندي هون نصف كيلو فطر اللي هي ملبتة على بذور القمح جاهزة ما شاء الله، مفيش ما فيها لون أصفر ولا أخضر ولا أسود، يعني نقي. يمكن كثرها طبعا بلا قمت تعقيم البذور لأنها معقمة بس ترى جاهزة. الخطوة الأولى هي تعقيم هذا الصندوق. هذا الصندوق قمت بتفصيله، واجهة زجاج، جوانب من الخشب، فلتر هون في النهاية لتنقية الهواء. كنت راح أستخدم يعني المروحة لضخ الهواء داخل الصندوق حتى يخرج هواء نقي من هذا المكان، حتى تمنع دخول الفطريات المنتشرة في الهواء أو البكتيريا. لكن جربت بدون المروحة ونجحت الحمد لله الأمور معي. الآن راح أقوم بتعقيم الصندوق من الداخل بمادة الكلور، ويجوز استخدام أيضا مثلثات الكلور، يجوز استخدام السديرتو أو أي مادة أخرى. ممكن الآن نمسح كل جوانب الصندوق بمادة الكلور. طبعا راح نفك هذا الجزء حتى نسهل علينا. الخطوة الثانية إخواني، ندخل الأكياس كلها داخل حجرة الأغلق فتحة ضيق المدخل. الآن بنعقم الأكياس من الخارج بنفس المادة. نحط على الجهة الثانية. الآن وبعد أن قمنا بتعقيم كل الأكياس، نعقم الملعقة التي سنقوم بالأخذ بواسطتها بذور الفطر لاستزراعها في باقي الأكياس. قول بسم الله. نفتح الآن الكيس جاهز، نفتح السداد للقطن حتى ندخل معها بذور الفطر. طبعا معقم يدينا برضه مرة ثانية. بسم الله. بنغلق الكيس مرة أخرى. الآن صار عندنا هون جوا بعض بذور فطر على بيئة معقمة، احنا تكاثر وتنتشر على داخل البذور وتصير بطبيعة الحال. الآن الإخوة الكرام، وبعد أن قمنا بتوزيع الأبواق الفطر على كافة الأكياس، نقوم بفتح المدخل وإخراج الأكياس. طبعا كل كيس حوالي يعني 1 أو 2 من بذور الفطر، ونحرك حتى نكتب. أنا استخدمت ثلاجة كحاضنة لأبواق الفطر. الحرارة أخوان هون نحطها 24 درجة مئوية أو 23 درجة مئوية. حتى هون نفس الشيء، لاحظ كيف أبواق الفطر هاي ما كانت هيك ظاهرة. خلال 5 أيام صارت بهذا الشكل، بلشت تنتشر. طبعا راح نرجع أحركه حتى تخرج أكثر البذور، تنتشر على باقي البذور. الآن الأكياس اللي أنتجناها راح ندخلها هون. بسم الله. الحوض اليوم بعد 21 يوم تكون إن شاء الله جاهزة للزراعة. هذا إخوان جهاز التحكم بالحرارة في بيئة إنبات بذور الفطر. لاحظوا الحرارة بلشت تطلع، طبعا نزلت لأنه إحنا فتحنا باب الثلاجة. إحنا اليوم شتوية والحرارة برا يعني بحدود 15-16. لما فتحنا باب الثلاجة نزلت الحرارة مباشرة. الآن بتبلش ترتفع درجة الحرارة، هي 19، هاي صارت 20، راح تظل مستمرة في الارتفاع حتى تصل ل 23 درجة، بعدين راح يفصل تلقائي.
لا فصل، راح يضل محافظ على هاي الحرارة، كل ما نزلت راح يشتغل الهيتر، بس تصل 23 راح يرجع يفصل، بس تنزل عن 23 راح يرجع يشتغل، وهكذا راح يحافظ على هاي الحرارة حتى يستمر الانبات إن شاء الله. الآن وبعد مرور أسبوع نشاهد انتشار خيوط المسيليوم على كافة البذور المعقبة وهي ناصعة البياض، مما يدل على عدم وجود أي نوع آخر من الفطريات أو الأمراض أو التعفنات. بعد أن نقوم بتحريك الأبواب على كافة البذور نتركها كمان أسبوع، طبعا إن شاء الله بعد أسبوع راح تكون جاهزة للزراعة. ممكن نزرعها الآن بس ما راح تنطي يعني نتائج قوية، لكن إن شاء الله بعد أسبوع راح تكون نتائجها أفضل بكثير، راح تنتشر على كافة البذور. إن شاء الله بعد أسبوع راح تنتشر خيوط المسيليوم على كافة البذور مثل ما بنشوفها. لاحظوا كيف الخيوط منتشرة باللون الأبيض ناصع. لاحظوا، طبعا بنحطهم سدادة من القطن حتى يتنفس الميسيليوم لأنه كان حي بالأكسجين. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.